السلام عليكم ورحمة الله، مستمرين معكم في معرض الرياض للسيارات. سيارات نادرة، سيارات مو عادية على مستوى الكوكب موجودة. اليوم راح أوريكم ثلاث سيارات نادرين جدا، يعني تشوفهم قدامك الثلاثة جنب بعض شبه مستحيل. السيارة الأولى هاي مفتاحها، فراري إنزو. هاي السيارة الأسطورة، 400 سيارة بالعالم في منها، تم إطلاقها من سنة 2002 واستمر لل 2004. محرك هاي السيارة V12 بيولد قوة 651 حصان. وزن السيارة خفيف تقريباً بال 1400 كيلو، سيارة دفع خلفي ليميتد إديشن، سيارة خارقة، كانت البديلة تاعت الـ F50. فهاي أسطورة مو عادية، تشوفها تلمسها إشي نادر. هاي السيارة أيضاً للبيع، مواصفاتها أمريكية، من الخارج أحمر ومن الداخل أحمر، تقريباً بحالة الوكالة ماشي 2700 كيلو. سعر السيارة 2,800,000 دولار أمريكي. السيارة الثانية نادرة جدا، الوحيدة بالعالم، 962 CR. هاي السيارة مصرح فيها تمشي على الشوارع، يعني انت بتشتريها بتركب عليها لوحة بتسوقها، اذا بتقدر تسوقها. شوفوا ارتفاع الارض. مقدمة هاي السيارة نفس مقدمة سيارات الليمو، البادي تاع السيارة بالكامل كاربون فايبر. وزن السيارة 1000 كيلو. هاي السيارة عليها محرك فلات 6 على الماكس باور تاعها 850 حصان، يعني تسارع خيالي، قوة جبارة مو عادية. هاي السيارة لما صنعتها شركة بورش عام 1993 كان سعرها 1,900,000 دولار تقريبا، سعرها هلأ 2,195,000، يعني الفرق صغير. السيارة الأخيرة لليوم سيارة نادرة مو عادية، جاكور XJR15. تم صنع 28 سيارة على مستوى العالم فقط. هاي الشركة العرضة هذول الثلاث سيارات، في آخر سنة ونص ملكوا 8 سيارات. هاي السيارة الوحيدة بالعالم ماشية زيرو مايلج. هذول السيارتين اللي هم بسموه ديليفري مايلج، إن هي لما شغلوها بالشركة مشوها كم متر خلاص هذا المايلج تاعها. فأنت إذا بتشتري هاي السيارة، هاي السيارة ماشية زيرو. لما تم صناعة هاي السيارة في عام 1991 تخليداً، إنه شركة جاكور انتصروا على شركة بورش في سباقات الليمو في عام 1988. هاي السيارة لما طلعت من شركة جاكور، لما انباعت كان سعرها 1,000,000 دولار، سعرها هلأ 1,995,000 دولار أمريكي. فين هون الأزرار مشان تشغل السيارة؟ نفس سيارة السباق تاعت الليمو بالضبط. شايفين لما يجلس الشخص جوا السيارة انت مايل كأنك تقريبا جالس بالنص، كأنك طالع بسيارة مكلارين F1. شوفوا الجير هيو على جنبي، هون سيستم الإطفاء تاع السيارة، لا سمح الله ضربت حادث، طلعوا الكربون فايبر. سيارة سباق، نفس سيارة السباق بالتفصيل. شوفوا الشباك، هاي الشباك لازم تكون شخص قصير أو متوسط الطول، يعني هاي ميزة. كريم ما بقدر يدخل جوا هاي السيارة، طلعوا راسي أنا بالسقف. سوق واستمتع يا الحبيب. وصل الفيديو تاعنا للنهاية، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. معرض الرياض اللي ما أجي عليه، راح عليه كثير، بس لا تخاف، احضر حلقات عرب جي تي بتشوف كل التفاصيل. نحو شعارنا الدائم للعالمية باسم العرب، مع عرب جي تي، في أمان الله.
وكل التحية للجمهور العزيز. هلا والله الشباب.